السلام الأولاد، أنا محمد عزيز من جاتكم في فيديو جديد. لم جديكم كان فيها التحميل التي نشر طبعا ماينكرافت مكركة 100% قبل ما نبدأ في الشرح. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعل جرس التنبيهات، تلقوا رابط الموقع تحت في الديسكريبشن. وخلينا تدخلوا للموقع، تلقوا رابط بتاعه تحت في الديسكريبشن. نجم تحملوا من ماينكرافت مكركة وصية، نجم تركبوا من السكيل. وليك مش نهبط الفيديو ونوريكم كيفاه باه تنزل على ذي وحي ذي. وكي مش نزلكم مش ماهاش تطلع لكم التنزيل هوني، تكبروا الوحدة ومش تحطوا الايقونة هوني. رأيكم الايقونة كيفاه مش تلقاها ذي وتدخل عليها على مبيع، تنزلوا على كونتوني. ما كل شيء تعملوا معناها كل شيء مش تعملوا بالعلامة دي كونتيني، وتعمل اي اكسيد كريمز اوف ذس بيزنس، تعمل اوكي كونتيني. شوف ده صبت كي مستكمل الصبح تطلع لكم هذه تنشر. كتدخل عليها مش تلقاو الصفحة دي، تختاروا الفيرسون اللي مش تحبوا تلعبوا بها، تختار من هوني وتختار اسم الحساب اللي بديتي اذا تحبوا معناتها تبدلوا اي حاجه. كان تحب تقراوا هذه تحديث على ماينكرافت 1.16. وكيف لما تعرفوش تلعبوا ماينكرافت ولا حاجه، تنزلوا هاو تو بلاي وانستال سكيل وهو انستال ماينكرافت 1.16. وبديك اشنا نهبط فيديو كيفاش مش تعملوا سكيل في ماينكرافت. فكن معكم محمد عزيز.